طيب نروح بقى لموضوع رياضي مهم جدا، وموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه وعاوزه تعرف ايه اللي حصل وايه اللي جرى في موضوع اجنبي الاهلي او برازيلي الاهلي. يا اسطوره انت قلت امبارح ان خلاص مارسينهو دي سيلفا لاعب كواساكي فرونتال الياباني جاي. قلت يا حبيب الله، طب اقول لك الحكايه من الاول. الحكايه ان كان في 5 لاعبين منهم واحد تحت السن، ديفيد فوفان، اهلي خلص معاه كل حاجه وخلص مع النادي كل حاجه. لعب 19 سنه، ويعني فاكر لما كنت بقول لك المهاجم الافريقي وقلت لك اللاعب ايه اللي حصل؟ قال لك انا عاوز اقعد في اوروبا. بعد ما عملوا له كل حاجه، بعد ما روقوه دلعوه اتفقوا مع ناديه وهو ماليا ايه والحكايه والروايه. ديفيد فوفان بتاع كوت ديفوار اللي هو بيلعب في النرويج في نادي مولدا. وقلت لك تاني، قال لك خلوني ليناير وكده. ما زالت المفاوضات مكمله معاه، وما زال التواصل مستمر معاه، والتواصل لا ينقطع، وامير توفيق بيعمل هومورك بتاعه معاه ومع غيره. بكره السبت، النهارده كان في تدريب للنادي الاهلي بعد 3 مباريات، بكره السبت اجازه من التدريب. بكره في اجتماع لجنه كوره، سمعتوا الكلام ده قبل كده في اي برنامج؟ لا ما سمعتوش. في اجتماع لجنه كوره والكابتن محمود الخطيب وكولر للفيصل النهائي في الامر. ليه بقول لك للفيصل النهائي؟ لان مارسينيو دي سيلفا كان اللاعب الرابع في الترتيب اللي حطه كولر. ما تزعلش مني، بقول لك بامانه والله. قلنا بقى ديفيد فوفانا ده مع نفسه تحت السن. لا، اول واحد كان مين؟ كان ماركوس اميرال اللي هو بتاع نادي وهان الصين. قال لك انا ما بلعبش في الميدل ايست ولا مبسوط في الصين، ومش هتقدروا تدفعوا لي فلوس، ومش هتقدروا تدفعوا لي فلوسي كلام بالشكل ده. الاهلي قفل معاه من بدري بدري، من بدري بدري قفل النادي الاهلي. تاني حاجه، نادي النادي بيتكلم في 8 مليون دولار، فالنادي الاهلي قفل بدري بدري. طيب التاني بقى مين؟ كان فرانشيسكو دي كوستا برضو اللي هو بيلعب في نادي بوليفار، قفل معاه بدري بدري. اصبح في 2 لعيبه دول اللي العين عليهم ودول اللي الاهلي بتفاوض عليهم، وعشان كده بقول لك ريسي على مين؟ مارسينيو دي سيلفا. فقبل ما يبعتوا التذاكر ماشي، قال لك في اجتماع بكره العرض الامر كاملا. ليه؟ لان مارسينيو دي سيلفا ده كان الرابع، خلي بالك كان الرابع. حلو طبعا، حلو والراجل عاوزه، بس ترتيبه الرابع. طب مين اللي كان ترتيبه الثاني ولا الثالث؟ جيلهارمي بيسولي اللي هو من نادي اتلتيكو بارانايسي ومعار الى افاي. طيب ده ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو في اعارته نادي افاي بقاله 3 اشهر، فنادي عاوز ياخد فلوس بجانب الفلوس اللي ياخدها النادي اللي هو ايه مالك ليه. فالحسبه 3.5 مليون يورو هنا وهنا، 3 يعني كام؟ في حدود 4 مليون دولار، 3.5 مليون يورو. ماشي الحال؟ فطيب اللي هياخد اللاعب تم الاتفاق عليه ومبسوط بيه، وتعمل له امتيازات اخرى في المرحله المقبله، ياخد ايه ويعمل ايه ويدلع ازاي ويتشيك ازاي وكلام بالشكل ده. فما عندوش مشكله في اللاعب، ما عندوش مشكله، المشكله في راتب نادي. والنادي الاهلي قدم عرض رسمي ب 2.7 مليون دولار، هناك طالب 3.5 مليون يورو، يعني في 4 مليون دولار، هنا 2.7 من 10. ماشي الحال؟ فهنا جيلهارمي بيسولي ده المعضله بتاعته ماديه، اللاعب اتحط له امتيازات وتم الموافقه عليه. طيب اللاعب الثاني مارسينيو دي سيلفا لاعب كواساكي، ده تم الاتفاق على كل حاجه والموضوع خلصان. طيب ايه القعده بتاعت بكره قبل ارسال التذاكر لحضور هذا المهاجم؟ قال لك نعرض على كولر، وربما يكون عنده هو اختيارات اخرى. ايه اختيارات اخرى؟ او هو يقدر يخلص حد هو مقتنع بيه. يعني هو دلوقتي جيلهارمي بيسولي ده فلوس، ومارسينيو دي سيلفا. موضوع الرعايه لسه يا قلب والله، موضوع الرعايه لسه والله، موضوع الرعايه لسه لسه، موضوع الرعايه. انت بتقول الراعي يجيب، الراعي هيجيب منين وانت لسه شفت مين الراعي؟ لسه ما شفتش. فهنا جيلهارمي بيسولي او مارسينيو دي سيلفا، واحد من الاثنين. هنا فرق فلوس عند بيسول، هنا مارسينيو دي سيلفا ده اخر ده جاهز. لكن الموضوع ايه؟ فلوس. طب هما بيعرضوا ليه بكره قبل ما يبعت يجيب؟ كان مفترض يبقى في قعده النهارده، كان في تدريب وحكايه وروايه، فمأجلين القعده لبكره. كولر، سيد عبد الحفيظ، لجنه الكوره، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام غالي، هيقعدوا قعده يخلصوا على كل حاجه في الموضوع. يا اما هيبعتوا لمارسينيو دي سيلفا
يا اما هيبقى في حل للموضوع جلهارمي بيسولي في موضوع الفلوس، ان احنا ندفع، خلي بالك ده صفقة رهيب، مكسب رهيب جلهارمي بيسولي ده. كمان ارقام مارسيلو دي سيلفا، قلت لك امبارح ان هو ما تألقش ولا ابدع غير مع النادي الياباني، لكن بيسولي 24 سنة لو جبت ودفعت فيه يا سيدي 3 مليون دولار، 3 مليون دولار ماشي، ده انا برفع السعر يعني. ومضيت معاه 5 سنين، تقدر تبقى في السنة الرابعة بتاع بعد 3 سنين تقدر تكسب من وراه، تقدر تصنفره وتلمعه ويطلع من عندك على الهلال السعودي، على النصر، على كذا، وتاخد فيه فلوس كويسة من باب الاستثمار، من باب الاستثمار. فعشان كده بقول لك بكرة قاعدة حاسمة، جلسة حاسمة لحسم مصير البتاع. نبعت التذاكر لمارسينيو ولا نروح لجيرمو بسولي ولا كولر هيعرض لنا حد آخر؟ كل ده في قعدة بكرة، في قعدة بكرة إن شاء الله. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكرام، آمين يا رب. طيب عندنا ايه تاني؟ كابتن مدحت شلبي عمال يعاير النادي الاهلي بيسول. ما انا قلت لك ديفيد فوفانا يا غالي لسه تحت السن ومع والده، والاهلي خلص معاه وخلص مع ناديه، وهو رجع تاني قال لهم سيبوني في اوروبا، متردد في العوده لافريقيا، لكن لسه الاهلي فاتح برضه معاه قنوات مفاوضات، بناخد وندي، بناخد، لا مخلص معاه كل حاجه ورضاه وعمل له كل اللي هو عاوزه، واقفه دلوقتي ان هو يقول اوكي، هو شخص مش النادي، قال مخلص معاه كل حاجه ديفيد فوفانا، هو اللي قال لك عاوز اكمل في اوروبا، طب سيبوني في يناير جايز تجي لي حاجه كويسه كده يعني ماشي. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين صلى الله عليه وسلم.